بالفعل شرفونا لاعبي النادي الأهلي في هذه البطولة، وطبعاً توجوا هذا الجهد بهذا اللقب الغالي على قلوبهم، وأكيد الآن هم في انتظار البطولة الخليجية والإبداع أيضاً في هذه البطولة. الآن صار نادي مطالب بأكثر من إنجاز. الآن ننتقل إلى الأبطال اللي كانوا داخل الملعب. نرحب فيكم جميعاً في برنامج الملعب، يا أهلا ومرحبا فيكم، سعيدين وفخورين بأن احنا نستضيفكم عندنا في ملعبنا، يا هلا مرحبا. نبدا مع كابتن ميرزا عبد الله، نرحب فيك في الملعب. طبعا بدايه البطوله الترشيحات كانت كلها تصب للفرق القطريه، ممكن نقول بعض الفرق الاخرى، ممكن الفريق الجزائري، ولكن في نفس الوقت النادي الاهلي كانت عليه ضغوطات كبيره لانه هو بطل سابق والكل يعول عليه في هذه البطوله. اكيد كان هناك مسؤولية كبيرة من قبلكم أنتم كلاعبين في هذه البطولة، ولكن شلون أنتم دخلتوا أجواء هذه البطولة وشنو كان السر في نجاحكم وتتويجكم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على البطولة، والله وفقنا فيها. كانت ضغوطات يعني كبيرة، مع أنه ما كان في وقت يعني بين الدوري، اخر مباراه في الدوري الى اول يوم في البطوله. نعم، بس ان الحمد لله يعني كان اللاعبين كلهم داخلين البطوله هدفهم انه يسوون انجاز يعني. نفس الوقت كان في ضغوطات بحكم ان احنا نلعب بين ارضنا وجمهورنا، وكان في مطالبه من الجمهور من الاداره يعني، بحكم ان معظم اللاعبين لاعبين منتخب وعندنا لاعبين متميزين، فمطالبين ان احنا نمثل البلد افضل تمثيل. لكن الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحقق البطوله، مع ان كانت بدايتنا شوي صعبه. نعم، وخسرنا اول مباراه، والمباريات الثانيه واللي بعدها كانوا مهمين، كان مثل خراج المغلوب الى اخر مباراه يعني. نعم، الحمد لله توفقنا. الحمد لله، الف الف مبروك. ننتقل للكابتن المهدي الفهري، نرحب فيك في الملعب، الف الف مبروك التتويج. اول مباراه طبعا لو نتكلم عنها نرجع شوي للوراء، تعرضتوا لخساره شوي ممكن نقول اهتزت ثقه الجمهور في النادي الاهلي، ولكن قدرتوا ترجعون بعد ذلك وتتوجون بالكاس، كلمنا عن هذا الطريق. والله أول شيء مشكورين على الاستضافة الحلوة هذه، الحمد لله رب العالمين اللي الله وفقنا واخدينا يعني البطولة العربية. الحمد لله. صحيح في وقت من الأوقات يعني في شوية ناس يعني شكت في نادي الأهلي، بس اللاعبين مالنا بالمنبري هذا نحب نشكرهم فرد فرد على الروح القتالية، على انضباطهم، على كل شيء يعني. صراحة أول مباراة كانت صراحة كانت صعبة يعني، داشين جو البطولة طالعين من دوري وهذا، الحمد لله رب العالمين يعني من مباراة لمباراة اللاعبين وراوا اللي هما يقدروا يطلعوا من يعني من الخسارة اللي صادتنا في المباراة الأولى. نعم، جاء الانتصار الثاني ونفس ما نقولوا تحلت يعني تحلت الأبواب وهذا، والحمد لله نلقاو أنفسنا في الفاينل، خذينا البطولة، فرحنا الجماهير البحرينية، فرحنا يعني الجماهير كامل وجماهير الأهلي خاصة. نعم، لو نتكلم في النهائي بالتحديد في الشوط الثاني، الكابتن رضا طبعا خد تايم اوت، كانت النتيجة 14-13 لصالحكم انتم على الجيش القطري، شو اللي صار في التايم اوت؟ والله يعني قرينا المباراة صراحة صح، وجهنا اللاعبين يعني أعطيناهم نقاط الضعف اللي يلزمنا نلعبوا عليهم، وكيف يعني نقص ونقلوا احنا بعد من الأخطاء. اللاعبين يعني رجعوا وحمسناهم شوية، قلنا لهم يعني حرام يطلعوا الجماهير هذه حزينة وهذه، حطوا في قلبهم شدوا على روحهم الحمد لله. يعني كان لها تأثير هذه التايم اوت؟ بالطبع التايم اوت يعني ديما يكون في عنده تاثير. كله عنده تاثير يعني، اكثر شيء يكون عنده تاثير ايجابي. نعم، ننتقل للكابتن ايمن المنصالي، المعد البدني للفريق طبعا، رحب فيك وطبعا الف الف مبروك. الله يبارك فيك عايشك. طبعا الاهلي لعب عدد من المباريات
ورا بعض، ما كان في فترة للراحة، ممكن بعض المباريات ما تجاوزت 24 ساعة، شلون قدرتوا تتعاملون مع هالظروف؟ أول شيء البطولة هذه يعني تتجهز، ما نقولش قبل شهر أو أسبوعين من البطولة، تتجهز من أول الموسم، يعني إحنا بدينا من شهر 9 يمكن بدينا حظ تحضير خاص للبطولة وتحضير خاص للبطولة العربية، بعد في عنا بطولة خليجية وعنا دوري وعنا كاس. صحيح. يعني من أول يمكن أنا أزيد واحد عنده ضغط في هذه البطولات، لأنه مطالب ليكون في أي مباراة اللاعبين كلهم جاهزين 100%. الحمد لله توفقنا، اللاعبين كانوا كلهم جاهزين، تعبوا بصراحة، تعبوا في الأعداد، والحمد لله يعني وصلنا لآخر مباراة والكل كان جاهز. يعني مو نفس نقولوا احنا 6 لاعبين، لا كانوا 12 لاعبين كلهم جاهزين، واللي دخل في المباراة كان جاهز 100%. نعم. بعد هذا الفوز ايش كثر اعطيتهم اجازه عن يومين. التمرينات؟ يومين لانه مربوطين بعد عنا بطوله خليجيه. ريحته ويومين كان كفايه؟ لا مو بكفايه. كابتن ناصر عنان مو بكفايه، تقول مو كفايه الفتره كانت يومين، بتسافرون عندكم بطوله. طيب اليوم طبعا الإعلام والجمهور يعتبركم أنتم كلكم الجيل الذهبي اللي حققتوا إنجاز ما حققوا اللي قبلكم، شو يمثل لكم هذا الإنجاز كابتن ناصر؟ بس لو ترفع شوي المايك فوق. حققنا من قبل بس الحمد لله يعني قدرنا نحققه مرة ثانية، نهديه حق الجمهور الأهلاوي كله، أن الجمهور ما قصر ويانا، تعبة الجماهير البحرينية اللي وقفتيانا، نعم، إلى دخلتنا في أجواء البطولة. الحمد لله إن شاء الله الخليجية نبيضها بعد إن شاء الله. يعني في ثاني مباراة لكم أمام الأهلي السعودي تعرضت إلى إصابة، أثرت عليك طبعا وأثرت أيضا على بقية المباريات الأخرى، شنو كان شعورك إن الكل قاعد يلعب في هذه البطولة وأنت مصاب؟ والله أنا انصبت وكلمني المدرب قال لي فيك يعني عن المباراة النهائية تبي تلعب، وأنا قاعد أطالع الجمهور قلت له الجمهور حاضر وأنا ما ألعب، والله أقول لك لا ما أقدر، أنا كنت صراحة يعني ما أقدر ألعب. نعم. بس حق هالجمهور كله، حق رئيس الجهاز علاء الحلواتي ورئيس النادي، يعني قلت خلاص حتى لو الله لا يقول توصل للكسر، بس أهم شيء أفرحهم نفس ما فرحونا، كل شيء ما قصروا ويانا احنا بعد ما مستحيل نقصر وياهم. نعم. الحمد لله دشيت لعب ساكت، آلام تجيني بس الحمد لله الصبيان كانوا قدها. بس حلاوة الفوز اكيد نسيتك كل الألم. اكيد بعدين طلع عليك طلعت علي راضي عقب. ما تشوف شر، سلامات. طبعا احنا بنكمل معاكم، لكن ناخذ هذا الاتصال من المشجع الصغير باسم مطر. يا هلا ومرحبا فيك يا باسم. هلا بيك. اهلا وسهلا باسم، شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. مبروك التتويج والفوز يا ناصر يا باسم. الله يبارك فيك باسم. انت كنت متابع الاهلي طول المشوار؟ ايه. كنت تشجعهم تروح هناك الملعب؟ ايه. ما فوتنا المباراه، ما فوت ولا مباراه. يعرفونك، تعرفون ده. باسم شفتوا يعرفونك باسم انك تروح تشجعهم. ايه في الباص. شلون أعطيتهم كم شيلة في البار. الله، يعني أنت بعد بتعطينا كم شيلة الحين صح؟ إيه. حلو، نسمع الحين؟ إيه. يلا باسم سمعنا. يا الأهلاوي يا الأهلاوي غالي يا محبوب قلبي غالي، يا الأهلاوي يا الأهلاوي عالي شعارك دايم في العالي، مستحيل انساك انا مهما جرالي مهما جرالي، وانت نادي الدهب كل يوم كل يوم كل يوم في بالي، يا الاهلاوي يا الاهلاوي غالي يا محبوب قلبي غالي، يا الاهلاوي يا الاهلاوي دايم شعارك دايم في العالي. شكرا جزيلا لك باسم، وان شاء الله دائما تشوف الاهلاوي في العلالي وتستانس دائما بمتابعتك لهم. الله يسمع منك ان شاء الله. ان
شكرا لك يا باسم. انتقل للكابتن عيسى عبد الوهاب. طبعا سمعته باسم، اكيد كان في الكثير من المشجعين اللاعبين طبعا دائما تحت مسؤوليه كبيره من قبل المشجعين لما يجون ويحضرون، اكيد يبون منكم الافضل دائما، دائما يبون منكم الاكثر. شنو طبعا سر حماسكم انت وسر حماس مشجعين النادي الاهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سر تكاتفنا وحماسنا بسبب هاي اللاعبين، لاعبين عندهم روح حبابة، كلهم يحبون بعض، كل واحد يبي يشيل الثاني. نعم. يعني الحمد لله ان عندنا هذه الروح، كل من يتمناها. هاي الأجواء تخلي الواحد يطلع اللي في داخله غصبا عنه. نعم. يعني وخصوصا لما تشوفون جمهوركم، جمهور النادي الأهلي مو بسهل ابدا. خرع. يعني يخوف ما شاء الله الخصم. على الجمهور يعني يخلي الواحد يطلع كل اللي عنده. حلو. ايضا كانت في نهايه البطوله شفنا لفته جميله من الفريق من خلال رفع لافته للشاب المرحوم عامر العالي، لو تكلمونا عن هذه المبادره. الشاب عامر الله يرحمه كان شاب جدا جدا حباب واداري سابق. نعم. ودائما كنا نشوفه في كل المحافل، في الطائرة، في القدم، في كل الألعاب. نعم. فهذه البطولة هديتوا هذه البطولة له؟ نهدي هاي البطولة طبعا. نعم. إلى الشاب عامر. نعم. ننتقل لعباس الخباز. طبعا يمكن اللي يميز النادي الأهلي في هذه البطولة انه ما عنده بس لاعب أساسي ولاعب بديل، يعني الجميع كان جاهز وكان في الفورمة في هذه البطولة، كل واحد نزل الملعب وأدى المطلوب منه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أهني الجماهير البحرينية وخاصة الجماهير الأهلي، وحاب أهني اللاعبين ككل. الإعداد من بداية الموسم كان جدا جدا قوي. نعم. ما قصر كابتن أيمن، ما قصر كابتن المهدي، خصوصا كابتن رضا، عطى الثقة التامة لكل لاعب. بالضبط. يعني ما في لاعب أساسي. فالحمد لله الحمد لله، يعني أي لاعب كان محتاج لنا كابتن رضا داخل الملعب يدخل ويبدع. نعم. يعني الحمد لله دخل أمين، دخل علي مرهون، وأنا بعد دخلت الحمد لله. يعني الحمد لله إن قدرنا إن نبيض وجه كابتن رضا علي. نعم. أيضا الشيخ علي بن محمد رئيس طبعا الاتحاد البحريني لكرة الطائرة كان دائما موجود معاكم قبل البطولة، أثناء البطولة، في كل مكان كان موجود معاكم. شنو الدافع اللي أعطاكم إياه وجوده معاكم دائما؟ طبعا الشيخ علي بن محمد ما قصر، يعني كان متواجد في أغلب التمارين، كان يتواجد عندنا في الفندق، كان يحمسنا يشجعنا، يقول البطولة بحرينية، دام هي في البحرين بتتم في البحرين، ويعني خلانا نقاتل وما قصر. الشيخ علي كان يعني هو من أساس البطولة. يعني هالكلمة أثرت فيكم، دام هي في البحرين بتبقى في البحرين. طبعا ما بعد كابتن ناصر بعد يقول زفانا في بداية المباراة، كان ما طلعنا اللي عندنا يعني. فالحمد لله رب العالمين يعني. زفكم ها؟ صرفوا يا الشيخ عاد. راح ارجع لكم، ولكن خلينا ننتقل شوي الى المباراه النهائيه اللي جمعت الاهلي بفريق الجيش القطري. شهدت منافسه قويه وحضور جماهير كبير. زميل حمد الشملان كان متواجد مع الجماهير كعادته وعاش اجواء المباراه ونقلها لنا في هذا التقرير. مشاهدينا وما كنتم حياكم الله في نهائي البطوله العربيه لكره الطائره. النهائي راح يجمع الاهلي البحريني بالجيش القطري. خلونا نتعرف وياكم على اجواء الجمهور. الاهلي امام فرصه لتحقيق لقب ثاني في البطوله العربيه، شو تقول قبل المباراه النهائيه؟ والله اتمنى التوفيق حق لاعبينا، عندنا ثقه كبيره في لاعبينا، اتمنى لهم التوفيق. رجال في الملعب اثبتوا من المباراه قبل النهائي انه ما في شيء صعب، تغلبوا على فريق الريان فريق كبير 3-0، قادرين يحققون البطوله ان شاء الله. مشاركتين بطولتين الحمد لله رب العالمين. ما في احسن من هالفرصه، جمهور على ارضك، معنويات مرتفعه، كلنا ثقه
في فريقنا الاهلاوي. اليوم الاهلي ما يمثل نادي، اليوم الاهلي يمثل البحرين، واللي بيجيب الفوز هاي الجمهور ان شاء الله باذن الله. الفرحه بحرينيه. 3-0 اليوم، بنروح بسرعه مستعجلين. 3-0 ان شاء الله. من المملكه العربيه السعوديه طبعا، حياك الله في البحرين. وشنو علاقتك شنو العلاقه تربطك بالاهلي؟ اول شيء شكرا لكم على هاللقاء. انا علاقتي بالجمهور الاهلي تقريبا من 2010 الى الحين، وانا متمسك بهالنادي بعيدا عن اي انديه سعوديه. اليوم احنا مو حدويه، احنا اليوم اهلاويه. دام اي فريق يمثل البحرين احنا معاه الى النهايه، وربي يوفق الاهلاوي، وان شاء الله مو بعيده عليهم اليوم البطوله ياخذونها. قبل المباراة كنت واثق من الفوز، ايش رايك في المباراة وايش رايك في التتويج؟ اول شيء الحمد لله رب العالمين، احنا كنا مطمنين قبل بداية المباراة بالفوز، واثقين 100% ان الاهلي ما بيخذل الجماهير. صار شوية ركود في بعض اوقات المباراة، ولكن الحمد لله رب العالمين اللاعبين كانوا قدها والجمهور كانوا قدها، واثبتوا ان الكعب كرة الطائرة عالي جدا في البحرين. الحمد لله رب العالمين لان جبنا البطولة، ونبارك للجماهير ورئيس الاتحاد العربي والبحريني على هذا الفوز. بطولة مفاجئة جبناها رغم عن الكل، عن كل واحد جاء وقال الأهلي ما يقدر، سواها الأهلي. بطولة في البحرين وفرحونا اللاعبين صراحة، وفرحوا الجمهور الغالي كامل، وموش جلي على الأهلي، جبناها قبل في مصر وحين المرة الثانية نحققها في البحرين. أبارك للجماهير الأهلاوية، لكل جماهير البحرين، وأشكر اللاعبين على جهودهم المبذولة، وبس والله ما أدري وش أقول الصراحة. يا سفير الوطن في قلبي حبك سكن، غالي مالك ثمن حبيبي الأهلاوي. نشكر تلفزيون البحرين على تغطيتهم الجامدة ويانا، ونشكر كل الجماهير البحرينية اللي وقفت وساعدت ويانا. بحرين 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 بحرين. بتتويج الأهلي البحريني بلقب البطولة العربية لكرة الطائرة التي قيمت هنا في مملكة البحرين، يسدل الستار عن البطولة العربية. نشوفكم مباراة جاية في أمان الله. أجواء جميلة جدا بالفعل شهدتها هذه البطولة بتكاتف الجمهور البحريني، ما كان فيه فقط جمهور النادي الأهلي، كانت جماهير الأندية البحرينية كلها متواجدة متكاتفة مع جمهور النادي الأهلي عشان نشوف هذه الصورة الجميلة اللي ارتسمت على المدرجات باللون الأصفر، وفي النهاية تتويج النادي الأهلي بهذا اللقب. طبعا الوصول للقمة سهل، ولكن المحافظة عليه صعب جدا، ولكن طبعا ممكن احنا نحافظ عليه بأن احنا ننشئ جيل جديد من الفئات السنية. شنو خططكم بهذا الخصوص؟ أول شيء الوصول للقمة مو سهل صراحة. كلش مو سهل. ولكن أكيد في استراتيجية. هو مو بسهل، بس إن الواحد إنه يوصل له أسهل من إنه هو يحافظ طبعًا عليه. طبعًا أكيد في استراتيجية موضوعة في النادي، سواء كان على مستوى النادي الأهلي أو على مستوى كرة الطائرة بشكل عام في المملكة البحرين يعني. لأن الأندية تشتغل مع المنتخبات بشكل مترابط تقريباً. نعم. في روزنامة. نعم. هالموسم بعد شفنا الأهلي الناشئين خذوا أيضاً بطولة صح؟ بطولة في الناشئين وكأس. نعم. إحنا في 5 مشاركات أو 5 بطولات الممكنة اللي في هاي الموسم. كأس الاتحاد، البطولة العربية، الخليجية، الدوري والكأس. نعم. على مستوى الفريق الأول حققنا 2 من أصل 5. ولا زالوا 3 ممكنين. يعني ما في بطولة طلعنا منها، لا زال المجال مفتوح عند اللاعبين انهم يزيدون عدد الألقاب والإنجازات لهذا الموسم. وعلى مستوى الفئات، مستوى الفئات في عندنا تقريبا قبل سنتين كان في لقاء في احد الصحف البحرينية، فكنا نقول في 2016 احنا بعد نحقق في لقب على مستوى الفئات. عندنا مجموعة باسم معين موجودين في المنتخبات، الكباتن موجودين وياهم هاي الموسم الخامس. في 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 طريقة في طريقة شغل، ولكن في معوقات الأمر. يعني النادي الأهلي عنده صالة واحدة 16 فريق يتمرن في خلال 3 ساعات.
معادلة صعبة حد يحلها. نعم. ولكن نحاول نستغل الظروف. ممكن ان احنا قاعد نتاخر بسبب هاي المنشاه مثلا. نعم. يعني اذا احنا نحتاج حق نهيئ اللاعب في خلال 3 سنوات، لا محتاجين 5 لانه ما في منشات كفايه بالنسبه لكم. والفرق على مستوى الفريق الاول قاعد ينافس على مستوى الطائره والسله واليد. طيب هل في يعني في تخطيط لاضافه مثلا ان شاء الله ملعب اضافي او في صاله؟ ان شاء الله راح تكون قيد الانشاء خلال الشهرين او الثلاثه بالكثير الجايين. حلو جميل. من شركة دبي وقعنا معها تبع المشروع الاستثماري وراح تكون خاصة لكرة السلة. ممتاز. فهذا راح يفتح المجال إن شاء الله. ممتاز. كابتن عيسى، طبعا الأهلي الآن حقق البطولة العربية، بيشارك في الخليجية، هل في نية للآسيوية؟ طبعا في نية لكل مشاركة يعني متوفرة ان احنا نقدر ان احنا نجيب انجاز فيها حق الوطن. نعم. احنا مستعدين نقدم اجل الوطن يعني. وانتم قدها ان شاء الله. وان شاء الله يعني اللاعبين مستعدين، احنا ما شاء الله عليهم اللاعبين من التزام من كل شيء. في اي وقت نحتاجهم لو نقول لهم في اي مشاركة ابدا ما يقولون لنا لا. ودائما يكونوا مستعدين ودائما انهم هدفهم الرئيس انهم يكونون بطل لاي مشاركة. صحيح، ان شاء الله دائما نشوف الاهلي بطل. نكمل بعد مع جولة التغريدات، نشوف أيضا شنو غردوا مشجعي النادي الأهلي عبر هاشتاج برنامجنا صوت الملعب. زهير المحوز يقول ألف مبروك لأبطال العرب، ما يصح للصحيح، الذهب للأصفر، الذهب ما يجيبها للرجال للأصفر والعزاء للحاقدين. نشوف تغريدة ثانية. ياسر يقول الذهب للذهب، ما قصرتوا يا أبطال العرب وإن شاء الله الخليجية يا أبطال. تغريدة. عبد الله الخضير يقول مبروك يا أبطال، هذه عوايدكم يا الأهلاوية، نبي ألفس يشيل لنا الأهلاوي. طب come on don't be shy, they want you to say what الأهلاوي. طب you will say that, no maybe later. نشوف تغريدة ثانية. علي يقول يا سفير الوطن في قلبي حبك سكن، غالي مالك ثمن حبيبي. انا حفظتها صدقون، قبل كنت ما ادري شنو يقولون في الشيله، الحين خلاص مع هاي البطوله عرفتها. قدها ان شاء الله ابطالنا في الخليجيه بالتوفيق ان شاء الله. المحنك زيدان يقول الف مبروك على البطوله، الفوز بالبطوله مرتين بفريق عناصره شابه نوعا ما شيء يحسب للاهلي، بالتوفيق في المواعيد القادمه. آخر تغريدة ناخذها. محمد شهاب يقول كفيتوا ووفيتوا، فرحتوا الجماهير وخسرتوا أخرستوا الحاقدين، أتمنى لكم التوفيق في البطولة الخليجية. من الحاقدين؟ الحاقدين تصور سالفة الحاقدين؟ لا أتصور خان التعبير، لأن هاي البطولة ما تخص النادي الأهلي للأمانة. إحنا في الأخير قاعد نمثل مملكة البحرين، مملكة البحرين يعني. يعني إحنا ما نقدر نستثني روحنا على الكل. أنت شفتي في التقرير الجماهير من كل أندية موجودة، من كل أندية بالضبط. وزارة الشباب والرياضة مثل في المهندس خالد الحاج كل يوم موجود. نعم. الأندية الثانية كلهم أرسلوا تهنئة. في الأخير هم مثل مملكة البحرين، ما تصور في أحد ما يتمنى أن النادي الأهلي يحقق بطولة. بالضبط. وما لنا حق أن نختزلها في النادي الأهلي أساسا يعني. بالضبط. البطولة للبحرين. أنا راح أرجع لكم، ولكن أنتقل مرة ثانية للاعبين والكابتن علي الصيرفي. ما أدري مسوي مشاكل شكلهم هناك. ها محمد عنان؟ لا علي الصيرفي، أهلا. كابتن طبعا الجمهور كان يردد للأهلي جينا من كل مدينة، صح؟ بالفعل كانت المدرجات كلها كانت أهلاوية وبحرينية من أيضا أندية ثانية، وأنت كنت تتفاعل معاهم من خلال تواجدك معنا. كلمنا عن هذا الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الجمهور أنت شفتين نفس ما قلتين من كل مكان جاي، من كل مكان صحيح، لازم تتفاعلية عشان تقدر أن الفريق الثاني يصير في المستوى ويتنرفز ويصير كونفيوز كلش. نعم. عشان تقدر تاخذ عليه نقاط. طيب شوي ترفع المايك لانه ما ينسى. نعم. فلازم في كل نقطه نتفاعل وياه، نشغل الجمهور. نخوف الفريق الفاني. نعم. يعني الفريق الثاني كان بالجمهور، احنا اغلب المباريات كان الجمهور يساعدنا يعني. نعم. مع التعب. يعني بالفعل الجمهور كان سبب في فوز النادي الاهلي بهذه البطوله؟ الجمهور دائما هو رقم الصعب. نعم. في كل الالعاب. واحنا الجمهور ما قصر ويانا.
بدون الجمهور ما كنا بنقدر نحقق اللي حققناه. نعم. يعني اول الجمهور ساعدنا في كل شيء. صحيح، وجودهم كان جدا مهم في هذه البطوله. ايضا بعد الفوز قلت في السوشيال ميديا يلي تنتظر الخساره زيد الصبر عندك، حق من هاي الرساله كانت كابتن؟ هاي السؤال الحين وهكتيني فيه. ليش؟ ما عندي جواب لا الحين. ليش؟ في احد كان يبيك تخسر مين؟ في ناس كانت وناس لا. بس ما تقدر، ما تقدرين تقولين اي ولا لا، فامتنع انا عن الجواب. امتنع عن الاجابه؟ طيب. زين شلون شفت، اعطيك سؤال ثاني. اعطيني. بما انك رفضت الاجابه عنها، شلون شفت اللاعبين البحرينيين في الانديه الثانيه في مشاركه؟ محمد يعقوب مثلا؟ لا، محمد يعقوب قدم مستوى كلش طيب. يعني ساعد فريقه. نعم. فاضل عباس بعد يعني عيني عليه بارده. نعم. كان هو اللي يخيط ويميط على قولتنا احنا. نعم. بالعاميه في الفريق. نعم. طيب ننتقل لألفيس. ألفيس congratulations. You deserve it, all of you. Sorry, we've been talking in Arabic all the time, but I'm sure that you understand because I've seen videos of you singing in Arabic. Later. Yeah. All right. So you have been with Al Ahli team for now three seasons. You've got some offers from other teams, but you stayed at Al Ahli club. Tell us now you wrote history with Al Ahli. Tell us about this time you are spending with Al Ahli. Yeah, sure, because first I want to say congratulations for every player for take this tournament for the second time. And really I'm so happy with this team because I feel like a family, you know. All the players is had good heart, clear. And also without sport, they try to help me. They try to come to, you know, like close people. And like this, I feel like in my country. Yes. So for this, for me, it's difficult to change the team, you know, because I think it's maybe yes, maybe no, it's coming same in the other team, but now I feel good in this team. For this, it's difficult to change. إذا ألفيس يقول بأنه هو سعيد جدا مع النادي الأهلي ويحس أنه هو كنا مع أهله ويرغب في الاستمرار مع النادي الأهلي. طبعا ألفيس in the volleyball league. Many people were saying that Alves is not in his form, but in this competition you proved everyone wrong and you were really good and you played really well. So tell us, really, and you got also best player. This is a good question, really. No, you wanted it. Yeah, no, really, when I come in good perform. So for this I start slowly. And then I say, halas, we need to press the button, you know? This is finished. And now Elvis is here. Now Elvis is here. Yes, so it was different than the league. The competition was different. No, so you had to give everything? Yeah, no, but also the problem is because in the beginning I don't have a good practice before to come here. So I don't have it 100% my forms, you know? Now, I have my form because I try to make my system. Also, the captain Herman, they help me in the gym, and everybody they help me. Also, the coach, you know. For this, in the beginning, I started like this, slowly. Everybody say, maybe Elvis not in the form because sure I come in, you know, 100% in my form, you know. إذا ألفيس كان يقول ردا على السؤال اللي كان يعني يحصد على الكثير من الانتقادات لأن أداءه كان أقل من المستوى المطلوب، ولكن في البطولة طلع بمستوى مختلف تماما. يرجع ذلك الشيء إلى التدريبات الإضافية اللي قام بها ألفيس في هذه البطولة، الإعداد البدني وغيرها من الأمور، ولكن هو يعد الجميع بأنه يبقى في هذا المستوى. Are you planning to stay at الأهلي كلب؟ Yes. I don't know. You don't. I don't know. We check. First, I want to finish this tournament good, and after we check. It. After you check, huh? He's looking at you. They look at me like that. We check for next season. You like Bahrain? I like Bahrain. Yes. Good. Inshallah, we hope you stay in Bahrain. Thank you very much. انتقل الكابتن عباس. في أول مباراتين شفنا الكابتن عباس كان مضغوط شوي. صحيح، وقع في بعض الأخطاء.
بس رجعت لمستواك وتألقت أيضا في البطولة وأمنت الكرة الأولى للفريق وساهمت في تحقيق هذا الانتصار وانتصارات أخرى، ليش صار معك هذا الشيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أبارك إلى شعب البحرين خاصة وللجماهير الأهلاوية بهذا الإنجاز التاريخي في البحرين، وحبيت أول أشكر الكابتن أيمن والكابتن مهدي في تجهيز اللاعبين، وأشكر الكابتن أرضى والإداريين واللاعبين في وقفتهم معاي، وبخصوص مستواي في شو اسمه في بداية المشوار. نعم طبعا كون البطولة جديدة علي، أول مرة ألعبها في تاريخي وعلى أرض الوطن. طبعا أنا التحقت مع النادي الأهلي العام الماضي في كأس ولي العهد، والحمد لله توفقنا وخلينا الكأس، وشاركت معهم البطولة الخليجية بس ما لعبت معهم، بس كنت يعني فترة إعداد، والحمد لله السنة كانت بدايتي إياهم بداية الموسم وتوفقنا وخلينا كأس المؤسسة وماشي معي إن شاء الله في البطولة العربية وتوفقنا خديناها. طبعا رجعتي إلى المستوى المعهود اللي الجماهير كلها تعرفني عليه، طبعا هذا الفضل الأول يعود إلى اللاعبين. اللاعبين هم كان السند الأول إلي، والمدربين طبعا وقفتهم، والكابتن أرضى خاصة والإداري ما أنساهم، هم اللي رجعوني، والجمهور طبعا اللي حفزني في كل مباراة أخسرها يقول لي عباس بترجع، والحمد لله وفيت لهم اللي يبونه. الحمد لله طبعا، وشفنا مستوى جميل جدا من قبلك. نرجع لكم ولكن معنا مداخلة من نائب رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي نواف هيات، أكيد كلكم تعرفونه، نرحب فيك وألف ألف مبروك هالإنجاز. ألف ألف مبروك لك جميعا كبحرينيين، وأحب أشارك الفرحة هاي الأبطال اللي عندك في الاستديو كلهم طبعا فرد يوم فرحونا، وللحين قاعد يفرحونا وإحنا وياهم في المرة قبل الحلوة، ونبارك حق شعب البحرين ونبارك حق القيادة الرشيدة. هاي الإنجاز مو غريب على نادي الأهلي، حققنا إنجاز تاريخي في غضون 3 سنوات، حققين بطولتين، هاي شيء كبير يحتفل للجماهير البحرينية كافة وليس الأهلاوية فقط. صحيح، يعني نواف إحنا شفناك من خلال التقارير اللي كانت توصلنا من الملعب، كنت دائما موجود هناك لتساند النادي الأهلي، وأذكر قبل البطولة كلمناك في التليفون وقلت إن إحنا راح نكون متواجدين دائما هناك وراح تشوفون جمهور كبير راح يساند النادي الأهلي، وبالفعل أيضا اللاعبين هني شكروا فيكم وشكروا روحكم وتواجدكم الدائم معاهم، وأنتوا كنتوا سبب كبير في التتويج بهذا اللقب. اختي انا كان من قبل البطوله عندي ثقه في كل لاعب في كل فرد، واساليهم قدامك بكل مباراه انزل لهم واقول لهم بنقدر، واصلوا كلهم اللاعبين يمكن يشهدون على هاي الشيء، عندي انا شخصيا ثقه فيهم اللاعبين، اللاعبين ابطال وقدروا ان يغلبون الريان، قلت لهم ان انا خلاص الجيش هاي احنا همهم كلينا، وما سكت طول المباراه وهم شاهدين على هاي الشيء، لان عندنا ثقه فيهم، هم لاعبين كبار بيستحقون هالإنجاز. البطولة وصلت البحرين، مستحيل يطلع الكاس إلا في يدنا إن شاء الله. أي بطولة تصير إحنا نحذر الاتحادات العربية والأسيوية والخليجية من أي بطولة تصير داخل عندنا في البحرين، مستحيل تطلع من البحرين، لأن إحنا جمهورنا الجمهور البحريني يعشق ألعاب الصالة، وعندك مثال على البطولة الأسيوية لكرة اليد، وعندك مثال على الطائرة اليوم اللي صارت، يعني هاي كلها دلالات عن الجمهور البحريني مو سهل. بالضبط، جدا مو سهل. صحيح، ما قصرت، وصراحة كنت عند الوعد يا نواف هيات، شكرا جزيلا لك، وان شاء الله من المزيد. قلت لك فيها انا شخصيا، نعم؟ قلت لك بتشوفين مفاجأة، وهاي المفاجأة اللي قلت لي صح، طلعنا بصورة حلوة، نعم، وشرفنا المملكة الجمهور واللاعبين. نعم، شكرا جزيلا لك، ما قصرت، وبيض الله وجهكم ان شاء الله، دائما نشوفكم متواجدين لمساندة لاعبينا في جميع الرياضات. شكرا جزيلا لك يا نواف. انتقل للابطال مره ثانيه، كابتن محمد عنان. طبعا كابتن، المباريات ضد الفرق القطريه كانت تخوف صراحه، يعني انا بالنسبه لي كنت اقول ضد الريان وضد الجيش، يعني انديه قويه، كانت يعني كان بينكم دائما فرق نقطه، اذا شوي زاد الفرق ان انتم تخلصون على المباراه، ولكن
هل كان ذلك الشيء يسبب لكم رهبة بأن الأندية القطرية لها أيضا قوة في هذه الألعاب، ألعاب الصالات؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. زين انت شو يقولون لي ان انت مو بوكي مع الكاميرا؟ زين لا تطالع الكاميرا، تقعد تطالعني كنا قاعد تحاكيني صح؟ عاد انا سالته سؤال صعب بعد. اولا نبارك للجمهور الاهلاوي والشعب البحريني البطوله العربيه المره الثانيه. الفرق القطرية يعني كانت يعني قوية جدا. نعم. يعني أحجامهم يعني مترين. كبيرة صحيح. ولكن أنت قدرت عليهم، أنت تعبت نادي الجيش. يقول لي بس ما تعب. صح؟ زين ما تعبت. تعبونهم يعني. زين انت ليش في الملعب حماسي وعندك اجواء وهني او قدام الكاميرا دائما ترى يقولون لي حتى لما بياخذون معك تصريح ولا ذي تكون مختلف؟ زين يصير اخوك صوب الكاميرا خجول هو. الملعب غير، في البيت غير، مع اللاعبين غير. انزين الوالد ايضا كان في الملعب صح؟ صح. عقب المباراه رحت بدايه المباراه ولا المباراه قاعد برا الوالد يجي ما كان يدخل داخل يدش الملعب فايزين يقعد بس ما ينسمع لان صوتك لو تاخذ مايك ايوه قول ليش الوالد يدش الملعب سبحان الله فايز الفريق ماشي يقعد يوصلون لنا فهو هالشي يقول يعني من اطلع ما ادري شلون ولادي يفوزون فيعني وصل له سلمابات ورد رجع المدينه ورد رجع سلمابات تحية الحمد لله يعني تحية للوالد طبعا انتوا رحتوا له دايركت عقب الفوز دايركت رحنا له كان اكيد فخور فيكم استانس فيكم وايد الحمد لله رافعين راسه دوم ان شاء الله ايضا اخوكم جسام لاعب منتخب الصالات بعد كان موجود ما شاء الله انتوا كلكم لاعبين كل مباراه موجود كل مباراه يكون موجود اذا شنو شعورك ان انت واخوك مع بعض تلعبون في نفس الفريق ومن احسن والله هو يعني يمكن هو احسن مني هو بس ما دام يعني ما يتحكى فانت احسن اكيد هي هو مركزه غير عن مركزي نعم بس لين يلعب هو في مركزي الصراحه يثبت فيه بعد بس انا العب في مركزه فيه شوي لان مركز ماله واجد متعب يعني ما شاء الله يصير لازم ماكينه شغاله طول المباراه يشوت 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 من كذي مسكين ما يقدر يتكلم يكون مخلص مسكين يخلص مباراه يودونا سيلون اوف سلامات سيلون من التعب من التعب يعطيكم العافية أكيد ننتقل لكابتن أمين محمد طبعا الآن الأهلي حقق كل الألقاب الممكنة باقي الآن اللقب الخليجي حصولكم على اللقب العربي أكيد راح يحملكم عبء أكبر بأنكم تحصلون على الخليجية وراح يسوي عليكم ضغط أكبر شنو استعداداتكم للبطولة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال ونبارك يعني للنادي الأهلي للجميع يعني بداية في بالإداريين من الرئيس خالد كانو وأبو حسين علاء والكل يعني ما قصر يانا كجهاز فني كلاعبين كنا يد واحدة الحمد لله رب العالمين توجنا بالبطولة يعني فإن شاء الله الخليجية قادرين عليها بعد مو صعبة بالنسبة لنا إن شاء الله بس نبي التوفيق شلون هي ظروف البطولة أيضا وراء بعض مباريات ولا في مجال؟ إي نعم وراء بعض اللي عندنا مبارتين راحة يومين مباراة راحة يوم مبارتين أعتقد فيها هذا بس إن شاء الله بوجود الكابتن أيمن يعدل الفريق صح والكباتن يعني قالت كابتن أيمن عليه مسؤولية كبيرة يعني بطولة وراء بطولة وأيضا عندكم الدوري إي نرجع بعد الدوري والكاس يعني قالت دوري طويل ثلاثة أشهر باقي نتمنى التوفيق واحنا قادرين يعني بهالاسماء هذول الشباب قادرين بس الحين الاهلي بطل البطوله العربيه وان شاء الله البطوله الخليجيه ان شاء الله بعدين راح تنصب الانظار
دائما عليكم في اي مباراه في الدوري. نعم. الانديه الاخرى راح اكيد تعمل اكبر حساب لكم في هذه المباريات، فلازم انتم ايضا تكونون مستعدين لهم بطريقه مختلفه تفاجئونهم، صحيح؟ اكيد، يعني احنا كان كل مباراه لها ظروفها، يعني فنجي نستعد لكل فريق على هذا، يعني هم في ما هم بيستعد لنا فاحنا نستعد له، واحنا قادرين ان شاء الله بوجودنا لقى احنا في العربيه نقدر في كل الفرق يعني ان شاء الله. انا حابه احد منكم يوجه كلمه للكابتن رضا علي، مو متواجد معنا اليوم ما قدر يحضر، احنا نوجه له تحيه من خلال برنامج ملعب، ولكن كلمه منكم. تفضل كابتن. والله نشكره صراحة الكابتن رضا، يعني اللي صراحة خلينا الكل نفس الفاميلي الواحد، يعني عيلة واحدة كنا نشتغل، اشتغلنا الكل ايد واحدة، يعني تعب معنا على الاخر وجاء الانجاز وجات الفرحة وفرحنا الشعب كامل، شعب البحرين كل. احنا ايضا نوجه له تحية، وعندنا درع من برنامج الملعب شيء بسيط لكم. كابتن الفريق علي الصرفي لو تستلم درعكم الف مبروك. ليش خليتوه يوقف الريال؟ يعني علشان ابين انا هالكبير. شوف شنو ذي، لا فوتوشوب فوتوشوب. لا وين فوتوشوب. الف مبروك، تستاهلون ان شاء الله، دائما نشوفكم ابطال ونفرح فيكم في الخليجيه ان شاء الله.